وفي مقابلة خاصة مع مركز الأخبار أشاد أرون كيلي أحد الحضور لبطولة العالم للغطس العالي بجميع ما سخرته مملكة البحرين من جهود في تنظيم هذه البطولة وبالنسيج الاجتماعي الذي تمتاز به مملكة البحرين. محفل رياضي في غاية الأهمية والذي يقام في مملكة البحرين لأول مرة عبر استضافة المملكة للبطولة العالمية للغطس العالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبرعاية ودعم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث يشارك فيه 40 غطاسا وغطاسة من 16 دولة والذين أشادوا بالمستوى التنظيم العالي وعبروا عن سرورهم بزيارة مملكة البحرين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الضيف أرون كيلي الذي يشهد فعاليات هذه البطولة. مرحبا بك سيد أرون. أهلا، شكرا على استضافتي. أخبرني أكثر عن هذه الفعالية وشعورك تجاهها. أعتقد أنها فعالية مذهلة. ابنتي مايا غطاسة وهذه أول بطولة عالمية لها وهذا المكان جميل جدا. ما هي أبرز الأحداث في هذه الفعالية؟ مجرد مشاهدة الغطاسين الموهوبين وقفزهم العالي في الهواء مذهل جدا. إنها رياضة خطرة لكنهم متدربون لخوضها والمشاركون يدعمون بعضهم البعض وهم مفعمين بالطاقة والحماس. والبحرين جميلة جدا ومكان مثالي لإقامة هذه الفعالية. سبق أن ذكرت بأن هذه أول زيارة لك لمملكة البحرين، حدثني أكثر عن البحرين. إنها جميلة جدا وشعبها في غاية الود. إنها حقا تجربة وزيارة مذهلة للغاية. شكرا لانضمامك معنا سيد أرون. نظمت هذه الفعالية وفق معايير عالية جدا وضمن معايير دولية عالية أيضا تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية. محمد يوسف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.